بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح اليوم: طريقة إيداع مبلغ مالي عن طريق ماكينة الـ ATM من خلال المكنة نفسها شباب، دون الذهاب إلى الفرع أو التحويل من ماكينة فوري أو مصاري أو أمان. بعض ماكينات البنوك اللي موجود فيها الخدمة يا شباب: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك اسكندرية، وبنك القاهرة، وبنك عودة. تعالوا نشوف شرح اليوم النهاردة يا شباب والتجربة على ماكينة بنك السي اي بي. تعالوا نشوف ازاي بنعمل ايداع من خلال الماكينة نفسها شباب، دون الذهاب للفروع والزحام الشديد او التحويل من ماكينة فوري او مصاري او امان او ضامن. تعالوا نشوف الفكرة ببساطة، وطبعا من خلال الماكينة في اي شارع او امام البنك تقدر تعمل الايداع في محفظة فودافون كاش الخاصة بك او اي عميل. تعالوا ندخل نشوف الشرح. اول حاجة هندوس على اضغط على الخدمات بدون بطاقة، وبعد كده المحفظة الذكية، وبعد كده ايداع نقدي، مش سحب، لا ايداع نقدي. هنا هيطلب مننا ان احنا ندخل رقم الهاتف المحمول اللي احنا طبعا ايه بتاع فودافون اللي احنا عاملين فيه خدمة فودافون كاش. تمام، هندخل الرقم الفودافون بتاعنا وبعدين ادخال. هنا طالب مننا ادخال الرقم السري الخاص بالمحفظة الالكترونية. الرقم السري ده يا جماعة اللي احنا عاملينه لما فعلنا خدمة فودافون كاش. تمام، هو مكون من 6 أرقام. هنا هندخله، هنا هنختار اللغة اللي احنا عايزينها. تمام، عربية او انجليزية براحتكم. طبعا هنا فتح لي المكان اللي احنا هندخل منه الفلوس، وزي ما انتم شايفين يا جماعة انا مدخل الفلوس بالعرض، يعني ما ينفعش ان احنا ندخلها بالطول، لا لازم بالعرض بالطريقة اللي انتم شايفينها ديت. طبعا انا قبليها هكون مجهز الفلوس بتاعتي، يعني انا عايز اعمل ايداع كام او محضر الفلوس. تمام، واعددهم، يعني انا عارف الفلوس كام. تمام، دلوقتي انا هنا هعمل ايداع 1150 جنيه. 1150 جنيه، هنا دي التعليمات اللي هو طالبها مننا، التعليمات اللي هو طالبها مننا. بمعنى بقول لك المكنه مش بتقبل فئات 5 جنيه و10 جنيه و20 جنيه، يعني المكنه بتقبل 3 انواع من الفئات بس، 50 و100 و200 جنيه بس. بالنسبة للفلوس المقطعة مش هيقبلها منك، بالنسبة للفلوس المتنية مش هيقبلها منك، لازم تدخلها سليمة. الفلوس اللي مكتوب عليها بحبر مش هيقبلها منك، الفلوس اللي متلزقة بلزق مش هيقبلها منك. تمام، لما تبقى مراجع على فلوسك ومتأكد ان هي سليمة هتدخلها وتدوس على استمرار. وطبعا حد اقصى الفلوس 120 ورقة، 120 ورقة في المرة الواحدة، بغض النظر عن فئة العملة ايه او فئة الورق ايه، يعني ممكن 120 ورق 50ات او 120 ورق 20 ميات او 120 ورق 200ات، بس اهم حاجة ما يعدوش عن 120 ورقة. تمام، هو دلوقتي عد الفلوس. تمام، قال لي الفلوس اللي انت حاططها ورقة واحدة ب50 جنيه، و5 ورقات ب100 جنيه، يبقوا 500 جنيه، و3 ورقات ب200 جنيه يبقوا 600 جنيه، كده الإجمالي 1150. بيقول لي الفلوس دي مظبوطة، يعني أنا كده عديت صح. لو أنت الفلوس دي فعلا حطيتها مظبوطة كده هتدوس إيه تأكيد. لو الفلوس أنت حطيتها أكتر من كده، تمام، أو أقل من كده هتدوس إعادة النقدية، هتاخد فلوسك تاني وتدخلها من أول وجديد. طبعا أنا الفلوس فعلا مدخلهم كده فهدوس تأكيد. لقد تمت العملية بنجاح، كده الفلوس اتعملت ايداع، وده الوصل. تمام، اللي بيطلع من المكنة لازم يطلع وصل من المكنة، ولازم اخد الوصل ده معايا واحتفظ بالبيانات اللي فيه. ليه؟ لسبب معين، لان لا قدر الله، ونادرا نادرا ده ما بيحصل، ان الفلوس ما بتتعملش ايداع، يعني الفلوس تتاخد منك ويقول لك عمليه ناجحه، بس للاسف ما بتلاقيش ان الفلوس دي دخلت بحسابك وتعمل لك ايداع، فبتكلم البنك. تمام، او بتكلم فودافون كاش وتمليهم البيانات اللي طالعه لك في الوصل ديت عشان يراجعوا العمليه تاني، وهيرجعوا لك الفلوس تاني على الحساب. يا ريت يكون الشرح فاد الجميع. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.